أو نشر أخبار كاذبة أو إشاعات مغرضة بهدف خلق البلبلة وسط المجتمعات والمساس باستقرار النسيج الاجتماعي. ناهيك عن الاعتداءات الجسدية واللفظية تجاه مستخدمي الصحة وتخريب وسائل المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى انتشار صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان الغرض منها النيل من معنويات العاملين بالمؤسسات الصحية وتثبيت عزائمهم، وأخرى تضمنت مشاهد تمس بكرامة المرضى والاحترام الواجب للموتى. وانطلاقا من كل هذه المعطيات ومن أجل حماية خصوصيات المواطن العربي، تقترح الجزائر تعزيز منظومة الاتفاقيات باتفاقية جديدة تصب في المسعى نفسه تتعلق بحماية المعطيات الشخصية بهدف حفظ الحقوق الشخصية للإنسان باعتبارها من الحقوق المقدسة. أصحاب السعادة والمعالي، الحضور الكرام، أخذ لحظات من وقتكم الثمين، أغتنم فرصة هذا اللقاء لأطلع أشقائي وزملائي الوزراء والحضور الكرام بالمسار الذي عرفه بلادي الجزائر خلال السنتين الأخيرتين في مسعاه للالتزام بالشرعية الدستورية وبناء المؤسسات بصفة ديمقراطية، إذ بدأ هذا المسار بانتخاب السيد عبد المجيد تبو رئيسا للجمهورية في ديسمبر 2019 وإطلاقه العديد من الإصلاحات لبناء جزائر جديدة بمؤسسات دستورية شرعية متماسكة تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري، وتلا ذلك تعديل الدستور الذي صادق عليه الشعب في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020 والذي جاء بعدة إصلاحات لتعزيز الحقوق وحماية الحريات وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية وتعزيز مؤسسات الرقابة وتفعيل دور المعارضة السياسية وتشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد الطبيعية والبشرية والعلمية. وقد أفرد التعديل الدستوري حيزا هاما للسلطة القضائية من خلال تعزيز استقلاليتها بمنح صلاحيات واسعة للمجلس الأعلى للقضاء في تسيير المسار المهني للقضاة بما يسمح للقضاء بالاضطلاع بدوره كحامل للحقوق وضامن للحريات، خاصة وأنها كانت من المطالب التي عبر عنها الشعب الجزائري ضمن تطلعاته المشروعة في بناء دولة الحق والقانون. بالإضافة إلى تنظيم انتخابات شرعية في شهر جوان الماضي لاختيار الشعب لممثليه في البرلمان بكل سيادة وحرية في مسعى يهدف إلى أخلقة العمل السياسي، ثم تنصيب المحكمة الدستورية التي صارت تتمتع بصلاحية واسعة تشمل حل الخلافات بين السلطات لتفادي أي تعطيل في سير المؤسسات الدستورية، وتم استكمال البناء المؤسسات بانتخاب المجالس المحلية الأسبوع الفارط باعتبارها لبنى إساسية في علاقة الدولة بالمواطن وتجسيدا للديمقراطية التشاركية وأداة لتحقيق التنمية المحلية. أما في موضوع محاربة الفساد فتم إنشاء سلطة عليا مستقلة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تتمتع بصلاحية واسعة في هذا المجال وعلى رأسها وضع استراتيجية وطنية للشفافية والنزاهة والسهر على تنفيذها ومتابعتها. وفي هذا الصدد وفي الجانب المتعلق باسترداد الأموال المهربة للخارج، فإن الدولة الجزائرية تسعى لاسترجاع أموالها المنهوبة وفق مسعى شامل أقره السيد رئيس الجمهورية يتطلب تحقيق جزء كبير منه من هذا المسعى تكثيف التعاون الدولي في الإطار الاتفاق الأممي والعربي. ونحن على يقين أن هاجس محاربة الفساد واسترجاع الأموال الناتجة عنه هو هاجس جميع الدول العربية يتطلب توحيد الجهود. وبالمناسبة فإننا نثمن ونحيي النتائج التي خرجت بها الملتقيات الدولية والندوات العلمية الإقليمية التي نظمت هذه السنة في هذا الإطار. ووعيا منا بتعقيدات هذا الموضوع وأهميته لدى كل الدول العربية، فقد اقترحت الجزائر على المجلس الموقر إعداد بروتوكول عربي يتعلق بالتعاون من أجل استرجاع الأموال المهربة للخارج سيكون مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة الحضور، إنما يقدمه المجلس الموقر من عمل جدي ودائم سيفضي لا محالة إلى إرساء منظومة قانونية عربية تتماشى في طبيعتها ومضامينها مع طموحات شعوب أمتنا العربية، وهو ما تعكسه الموضوعات المدرجة في ضمن بنود جدول أعمال هذه الدورة التي أتشرف بتولي رئاستها متمنياً أن تكلل أعمالها بالنجاح. وفقنا الله لما فيه الخير، أشكركم على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحيل الكلمة
الآن أدعو فضلا الشيخ الدكتور وليد بن محمد سمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب لإلقاء كلمة، فليتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسرني في بداية هذا الاجتماع أن أعبر عن بالغ سروري بمشاركة هذا الجمع الكريم من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود في الدورة 37 لهذا المجلس الموقر، كما يسرني شكر وزارة العدل بجمهورية تونس الشقيقة على ما بذل من جهود وتحقق من إنجازات خلال تابعنا مشاهدينا الكرام جانبا من اجتماع وزراء العدل العرب في دورتها أو في دورته 37، حيث تحدث الرئيس هذا الاجتماع وزير العدل الجزائري، وبعده يتحدث وزير العدل السعودي والرئيس الشرفي لهذا الاجتماع. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في متابعة تغطية وفترة خاصة كما بدأناها قبل الانتقال إلى هذا الاجتماع لوزراء العدل العرب، حيث كنا نتحدث عن ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس في احتفالية قادرون باختلاف، عندما قال إن مبادرة حياة كريمة هي أهم شيء في حياة المصريين. وكما تحدثت ضيفتنا في المداخلة الهاتفية الدكتورة ريهام العاصي رئيسة الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة عن أهمية هذه المبادرة ودورها في الارتقاء بجودة الحياة للمصريين، وأشارت أيضا إلى دور المؤسسة التي ترأسها من مساهمتها بدور في إطار هذه المبادرة مع كل من محافظتي أسيوط وأسوان خلال الفترة القادمة. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في متابعة هذه المبادرة وهذه في هذه الفترة المفتوحة، حيث كان قد أشار. طب دعونا مشاهدينا الكرام نعود من جديد إلى مقر جامعة الدول العربية والنقل أو استمرار نقل هذا الاجتماع لوزراء العدل العرب ونشاطاته. وختاما أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الأمين العام ولمسؤولي الأمانة الفنية للمجلس على ما يبذلونه من جهود مشهودة في الترتيب والإعداد لهذا الاجتماع، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك، شكرا جزيلا معالي الوزير. أدعو السيد معالي الوزير بدر عبدو أحمد عارضة وزير العدل بالجمهورية اليمنية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. معالي السيد رشيد الطبي وزير العدل بالجمهورية الجزائرية رئيس الدولة، معالي الأمين العام للجامعة السيد أحمد بولغيض، سيدات والسادة المشاركون الكرام أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل العرب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني في بداية هذا الاجتماع أن أتوجه إليكم جميعا كلا باسمه بتحية أخوية ملوها الود والمحبة، وأعبر لكم عن سعادتي البالغة بمشاركتي معكم في أعمال هذه الدورة، كما أتوجه بالتهنئة لمعالي السيد عبد الرشيد طبي وزير العدل بالجمهورية الجزائرية على توليه رئاسة هذه الدورة، وبالشكر لمعالي السيدة ليلى قفال وزيرة العدل بالجمهورية التونسية على حسن رئاستها للدورة السابقة وما تحقق من إنجازات خلال دورتها. والشكر موصول لكل من معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل في المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري للمجلس، ولمعالي الدكتور عبد الله يوسف الرومي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة بدولة الكويت،
رئيس المجلس التنفيذي للمجلس على جهودهما المقدرة، وهي كذلك للأمانة العامة للجامعة ممثلة في أمينها العام معالي السيد أحمد أبو الغيط، والأمانة الفنية للمجلس على حسن التنظيم لهذا الاجتماع، وللمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية على الجهود الذي يبتلوها ممثلة بسيادة الأمين العام المساعد عبد الرحمن الصلح رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية. أصحاب المعالي والسعادة، نعقد هذا الاجتماع في ظل ظروف بالغة الحساسية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي جراء استمرار تفشي وباء كوفيد، والذي رتب تحديات جديدة تضاف إلى التحديات السابقة التي تمر بها المنطقة العربية. لقد ساهمت هذه الأوضاع مجتمعة في عرقلة الجهود التي تبذلها الدول العربية للدفع بوتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرات الداخلية لكل منها. وهنا نؤكد على أهمية تعزيز العمل المشترك في المجالات القضائية والقانونية، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للوطنية. أصحاب المعالي والسعادة، إن اليمن تمر بظروف وأوضاع اقتصادية وأمنية صعبة جراء ما أحدثته تأثيرات الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي على الدولة والسيطرة على مؤسساتها ومصادرة إمكانياتها من ضمنها وزارة وكافة الهيئات القضائية، ورفضهم للمشروع الوطني المتمثل بمخرجات الحوار الوطني الشامل وعلى الإجماع الدولي الذي تمثل في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ودورها في إخراج اليمن من مأزق الحرب. السادة أصحاب المعالي والسعادة، في ختام كلمتي، هذه كل أمل أن نتوصل في دورتنا هذه إلى الخروج بقرارات وتوصيات مناسبة من شأنها أن تحقق الأهداف المرجوة من هذا المجلس والتي تخدم مصالحنا المشتركة. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير، وأشكركم على كرم الإصغار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا معالي الوزير. أدعو معالي الأمين العام لجامعة مشاهدينا الكرام، تابعنا كلمة وزير العدل اليمني والتي تحدث خلال كلمته عن تطورات الأوضاع في اليمن، ودعوته أيضا إلى الخروج في هذا الاجتماع بتوصيات وقرارات تخدم الشعب اليمني والوضع في اليمن. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم، وسينضم إلينا للتعليق حول هذا الموضوع الدكتور صلاح الطحاوي. الدكتور صلاح الطحاوي رئيس أستاذ طيب قبل أن ننضم إلى الدكتور صلاح، دعونا ينضم إلينا الآن من مقر جامعة الدول العربية مباشرة مراسل النيل إلى هناك منذر أبو دوح. منذر، بعد التحية، أبرز الأعمال والموضوعات المطروحة على جدول أعمال وزراء العدل العرب في اجتماعهم اليوم خلال الدورة 37 له. تحياتي إليك بداية ولكم أعزائي المشاهدين. بطبيعة الحال هذه الدورة تشهد أهمية كبرى بالنسبة لوزراء العدل العرب، خاصة لأنها تعتبر أول دورة حضورية بعد دخول جائحة كورونا على مستوى العالم العربي وكذلك على مستوى العالم وتأثيرها. ابقى معنا منذر، سنعود إليك مرة أخرى. ودعونا مشاهدينا الكرام نتابع كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وفي مقدمتها مخاطر الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، وهنا فإنه علينا استغلال كافة الفرص والوسائل التي تتيحها هذه الآليات لتعزيز استراتيجية فعالة وشاملة لمواجهة الإرهاب على المستوى العربي وأيضا على المستوى الوطني. لقد تعقدت الظاهرة الإرهابية في هذا العصر وتشابكت مع ظواهر أخرى مثل غسيل الأموال والتهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، وبحيث لم يعد ممكنا مواجهتها إلا عبر منهج شامل واستراتيجية مركبة لا تقتصر على البعد الأمني فقط مع أهميته البالغة، وإنما تمتد لتشمل أبعادا قانونية وتكنولوجية ومالية.
ولا شك أن النجاح في مواجهة الإرهاب يظل رهنا بالتكامل والتضافر بين هذه الجوانب كلها من خلال استراتيجية شاملة. وهنا فإنني أشدد على الإمكانيات الكبيرة التي تتحها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. فهذه الاتفاقيات جميعا تشكل معا منظومة متكاملة ليس فقط لحصار الإرهاب وإنما أيضا لاجتثاث جذوره وتكثيف منابعه. وليس خافيا أن الإرهاب يتغذى على ظاهرة أخرى هي خطاب الكراهية الذي يمثل الرافعة السياسية والفكرية التي تتيح لجماعات الإرهاب التمدد وسط السكان والحصول على التأييد المجتمعي لأيديولوجيتهم المتطرفة. وهنا أشير إلى موضوع يعد على رأس الموضوعات المطروحة على هذا المجلس الموقر وهو موضوع توحيد التشريعات العربية من خلال إعداد القوانين العربية الاسترشادية التي يعدها المجلس وعلى وجه الخصوص مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية. وأقول في عبارة واضحة أنه يجب علينا جميعا مواجهة هذا الخطاب المدمر، الخطاب الذي قاد إلى التفكيك والتفتيت وأشاع الكراهية وجعل استحلال الدم وإرهاب الأبرياء هدفا مشروعا. الحضور الكريم، إن الأمن الذي ننشده هو ذاك الذي يقوم على إنفاذ القانون بأعلى درجات الكفاءة. إن الأمن الذي نصب إليه هو ذاك الذي يتأسس على العدالة ويعمل على تطبيقها، وهو ما يجعلني أشير إلى بند على قدر كبير من الأهمية، وهو بند تعزيز التعاون بين أمانتي مجلس وزراء العدل والداخلية العرب، حيث أن التعاون بين مجلسكم الموقر ومجلس وزراء الداخلية العرب يظل العامل الحاسم في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد. واغتنم هذه الفرصة لدعوة وزراء العدل العرب للتنبه لمخاطر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها ما صدر مؤخرا عن محكمة إسرائيلية بالسماح لليهود بالصلاة في باحات الأقصى الشريف، وهي خطوة خطيرة تستفز مشاعر المسلمين في كل العالم. ختاما، لا يسعني إلا أن أجدد شكري للمجلس الموقر على ما يبذله من جهد وعطاء في الاطلاع بمهامه وأنشطته من أجل رفعة العمل العربي المشترك في مجال العدل والقانون ومن أجل مواجهة التحديات والمسؤوليات الجسيمة التي تواجه هذه المنطقة ومن أجل الارتقاء بنظمها القانونية وتشريعاتها إلى الآفاق التي تصبو إليها المجتمعات العربية. قبل أن أختتم، أوجه التحية للرئيس الفخري لهذا المجلس الموقر الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية. أيضا أتشرف بتهنئة الأخ بدر عبد أحمد العرضة وزير العدل بالجمهورية اليمنية نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العربي على إدارته الجيدة لأعمال هذا المجلس. شكرا جزيلا.